السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. لو انت عايز موبايل محترم، لو انت عايز موبايل معالج محترم، شاشة حلوة، بطارية حلوة، السعر بتاعه حلو جدا مقارنة بالاسعار اللي احنا فيها، لان انت عشان تجيب موبايل دلوقتي محترم انت عايز اقل حاجة من 5 ل 6000 جنيه، واقل حاجة يمكن 6000 جنيه عشان تجيب موبايل محترم مواصفاته تكون حلوة، يقعد معاك فترة طويلة ما تحتاجش تغيره. لو انت عايز موبايل يقعد معاك 4 سنين ولا 3 سنين جايين قدام ما تغيروش، الفيديو ده ليك. كمل الفيديو ده للاخر، هتعرف معايا مواصفات البوكو سي 55 اللي لسه نازل بره مصر او في الخارج، لسه هينزل الشرق الاوسط. هتعرف مواصفاته، هتعرف مميزاته وعيوبه، وهتعرف سعره اللي فعلا انا شايفه حلو جدا مقارنة بأسعار اللي في السوق يعني. فتابع معايا الفيديو ولكن بعد الانترو. طيب خلينا نخش بقى في الفيديو على طول ونشوف مواصفات الموبايل وايه الحاجات الحلوه اللي في الموبايل اللي تخلينا نشتريه وايه عيوب الموبايل ده. خلينا نخش في اول حاجه التصميم. كالعاده تصميم الموبايل ده مش جديد على تليفونات البوكو، هو نفس البوكو او الموبايلات البوكو اللي فاتت. الموبايل الجاي من البلاستيك، الظهر من البلاستيك، ولكن الملمس بتاعه فيه جلد شويه، يمكن ده اللي مختلف، تحس ان هو جلد شويه. تمام، في خطوط من نص كده بيضاء، 3 خطوط تقريبا نازلين من النص كده، وفي فوق مستطيل بتاع البوكو المعروف ده ما اتغيرش زي ما هو. المستطيل ده فيه الكاميرتين، تمام، الكاميرتين الخلفيه، وفيه الفلاش، وفيه في البصمه. تمام، يبقى ده ايه التصميم. التصميم ما فيهوش حاجه جديده، ما فيهوش حاجه يعني مبهره، يعني هو كده كده زي موبايلات البوكو اللي فاتت. تمام، ولكن مع انه التصميم يعني انا اعتقد ان انت في فئه الفلوس او الرينج المبلغ اللي انت هتجيب بيه من 4 ل 5 ل 6، فانت مش هتدور على التصميم زي ما انت فاهم يعني. تمام، كده احنا خلصنا من التصميم. لو جينا نبص على الشاشه، الشاشه بتاعت الموبايل ده اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس، مش فول اتش دي بلس، ولكن اللي يميز الشاشه دي ان هي فيها معدل تحديث من 60 ل 120 هرتز، وده معناه ان الشاشه بتاعتك هتكون الاستجابه بتاعت الاوامر اللي انت بتديها للموبايل اسرع، وهيكون التاتش معاك اسرع، وانت بتعمل سكرول او بتطلع او بتتصفح هيكون يعني الكتابه واضحه، يعني بان انت تعرف تبص للموبايل تبقى الكتابه واضحه قدامك، وهيبقى سريع معاك لان انت معدل التحديث ده بيبقى بيخلي الشاشه بتستقبل الاوامر اللي انت بتديها لها بصباعك اسرع. تمام، فدي ميزه قويه جدا في الموبايل ده، دي اول ميزه في الموبايل ده. طب الموبايل ده يعني الاستحواذ بتاعه عامل ايه؟ الاستحواذ بتاع الموبايل ده تقريبا هو 6 و7 انش. تمام، انا شايفه استحواذ حلو قوي بالنسبه لسعر الموبايل، يعني معقول، استحواذ حلو جدا. فدي الشاشه، دي نقطه الشاشه. تمام، يبقى احنا كده عندنا نقطه قوه في الشاشه اللي هي معدل التحديث بتاع الموبايل. تمام، طيب لو جينا بقى نبص للمعالج اللي هو روح الموبايل، ودي يعني اهم حاجه بتهمني في الموبايل قوي، هو المعالج، لان انت اي امر بتديه للموبايل بيروح الاول على المعالج، وبعد كده المعالج بيبدا يدي اوامر لبقيه العناصر او بقيه المكونات بتاعت الموبايل ان هو ينفذ الامر. فالمعالج ده اهم حاجه في الموبايل، لو المعالج سريع وكويس الموبايل بيبقى معاك اسلس وبيبقى احسن. تمام، الموبايل هنا بتاع البوكو سي 55 جاي بمعالج هيليو جي 85، وده معالج محترم قوي يعني، نزل في موبايلات كتير، لا معالج حلو محترم، هيقدم معاك في المهام اليوميه في الالعاب، لا هيبقى كويس جدا معاك، او مش هتلعب العاب واو يعني مش هتلعب مثلا الكواليتي بتاعت الالعاب او الجوده بتاعتها مش هتلعبها مثلا على اعلى حاجه، يعني مثلا ممكن اتش دي بابجي تلعبها على اتش دي كده، اتش دي هتبقى حلوه قوي، انت فاهم، فيعني مش هتلعب على اكتر حاجه يعني، بس المعالج معالج العاب اصلا. فدي نقطه قوه في الموبايل على فكره. معدل التصنيع او دقه التصنيع في الموبايل هنا 12 نانو متر، ودي يعني هي مش احسن حاجه، ولكن انا بتكلم على نوع المعالج بتاع نفسه، المعالج محترم قوي يعني، انت مش هتواجه اي مشاكل في المعالج ده. تمام، معالج الرسومي بتاع الموبايل ده كورتكس اي 75، ده معالج رسومي، ده بيبقى مسؤول برضه عن الالعاب وكده، المعالج محترم قوي برضه، الكورتكس اي 75 حلو قوي، مش هتواجه مشاكل في المعالج ان شاء الله خالص، سواء في الالعاب او المهام اليوميه، وده على فكره يمكن مقارنه بسعر الموبايل اللي هنقوله في اخر الفيديو ده يمكن احلى موبايل في السعر ده ممكن تاخد فيه معالج حلو. تمام، انا اشترينا موبايل مثلا، انا كنت شايل موبايل لوالدي من اسبوع كده من الامارات، اللي هو الريدمي اي 1، هو هنا في مصر عامل 3000 ونص،
تخيل الموبايل ده مواصفاته ايه؟ 2 جيجا رام مع 32 مساحه داخليه، تمام؟ ومعالج تعبان. فانت بتبص هنا لما تلاقي 3 ونص، الموبايل اللي بقول لك عليه 3 ونص، والموبايل اللي انا بشرحه دلوقتي اللي هو البوكو سي 55، يعني سعره هقول لكم سعره في الاخر، هو اعلى يعني حاجات بسيطه جدا، ولكن في فرق شاسع في الامكانيات بينهم، في المواصفات نفسها. فالمعالج بصراحه بتاع الموبايل لا محترم، البوكو سي 55 جايبه معالج هيليو جي 85، معالج محترم قوي مش وحش، تمام؟ ده بالنسبه للمعالج، تمام؟ اما الكاميرات بقى، فالموبايل هنا جايب كاميرتين خلفيه وكاميرا اماميه. الكاميرتين الخلفيه انا زي ما قلت لكم ما جربتش الموبايل في ايدي، ولكن يعني الاداء بتاعهم هيكون مرضي لشكل لحد ما، يعني لو انت بتصور حاجات يوميه، بتصور حاجه بتاع، لا هو هيبقى معاك 10 على 10، ولكن لو انت من هواة التصوير لا بلاش الموبايل ده، تمام؟ الكاميرا الخلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل، ولكن انا مش بعترف بالارقام، اهم حاجه يعني المعالجه بتاعت الصوره بعد ما تاخدها، ف 50 ميجا بكسل الرئيسيه، وفي الكاميرا الثانيه بتاعت العزل، تمام؟ اما الكاميرا السيلفي فهي 5 ميجا بكسل الكاميرا السيلفي، تمام؟ الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه بيصوروا فيديو بدقه او بجوده 1080 30 فريم في الثانيه، تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ للكاميرات. هنخش بقى على البطاريه، لان هي من نقطه قوه الموبايل برضو. البطاريه هنا 5000 ملي امبير، شحن سريع 10 واط، هو مش اعلى حاجه، ولكن 5000 ملي امبير هيقعدوا معاك الموبايل يعني اليوم كله، مش هتحتاج ان انت تصور، قصدي تشحن الموبايل في نص اليوم خالص، فانت هتقعد اليوم كله مفيش مشاكل. انت لما تقعد اليوم كله الموبايل بتاعك فيه شحن، وتيجي اخر اليوم تشحنه مفيش اي مشاكل، ف 5000 ملي امبير كافيين قوي ان هم يقعدوك اليوم كله، تمام؟ هتشحن الموبايل في ساعتين تقريبا، تمام؟ عيب الموبايل ده بقى حاجه، مخرج الشحن مايكرو يو اس بي مش تايب سي، وده عيب فيه. مايكرو اس بي يعني ضعيف نسبيا، التايب سي هو اللي بقى كله بيحطه في موبايل دلوقتي، وهو اسرع شويه، فمش عارف ليه الشركه حطت المايكرو يو اس بي، ولكن لو جينا نبص على حاجه معينه الشركه واخداها منك مقابل ان هي تديك الامكانيات دي بسعر محترم، فانا ما عنديش مشاكل على فكره، تمام؟ ولكن هو عيب في الموبايل، تمام؟ الاسعار بقى واللي هي فعلا يعني عجباني قوي اسعاره، تمام؟ الموبايل نزل في الخارج في الهند، نزل في الهند بكام بقى؟ النسخه ال 64 جيجا مساحه داخليه مع 4 جيجا رام نزلت ب 115 دولار، يعني 3000 ونص. ده لسه بره، لما تيجي بقى مصر يعني ممكن تحط عليها مثلا 500 جنيه او 800 جنيه، فهتعمل لها 4200. دي النسخه ال 64 مع 4 جيجا رام. اما النسخه ال 128 جيجا مع ال 6 جيجا رام، ودي حلوه قوي، عامله 130 دولار، يعني في حدود 4000 جنيه مصري، فيعني هتوصل برضه 4800 4500 في السعر ده، تمام؟ ده كان مواصفات الموبايل معايا. بصراحه الموبايل عجبني قوي، عجبني في السعر الاول، لان السعر هو اللي خلاني يعجبني بقيه الحاجات. انت لما تلاقي سعر الموبايل ده مع معالج حلو، مع بطاريه حلوه، مع 120 هرتز بالسعر اللي بقول لك عليه ده، انت اصلا عشان تجيب موبايل فيه المواصفات دي اقل حاجه يعني 6000 جنيه ولا 5000 ونص، فالموبايل قيمه مقابل سعر. بصراحه لو انت عايز تشتري الموبايل ده، الموبايل ده قيمه مقابل سعر، تشتريها وانت مغمض عينك. بصراحه موبايل عجبني يعني، فهو هينزل الفتره الجايه الشرق الاوسط ان شاء الله. لو انت عايز تشتري موبايل الفتره الجايه انتظر الموبايل ده، هتوفر على نفسك برضو فلوس، لان اقل موبايل دلوقتي زي ما قلت لك ب 6000 جنيه. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبك، وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تشترك معايا في القناه، واهم حاجه اللايك على الفيديو بالله عليك يا جماعه، عشان بيفيدني انا شخصيا تقديرا لتعبي يعني، تمام؟ ولو في اي استفسار في اي حاجه سيبولي في الكومنتات تحت، وان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير وفي امان الله.